واخرين ايضا. انا بستثني منهم محمد علي. محمد علي ما هوش اخوانجي، ده راجل فنان وصاحب كاس وعنده مزاج في ما عندوش الفكر ده، ولكن محمد علي للاسف اخدوه الجماعه بتوع الاخوان، وده ضر محمد علي. يعني لما ماشي في ركابهم، في ركاب المعارضه التانيه، لا محمد علي كان ماشي في كلامه مظبوط. الحاجات اللي ذكرها محمد علي في البدايات عن بناء القصور و بناء القصور والاسراف الكبير ده كله صح، ولكن خطأ محمد علي انه انجرف للمجموعه اللي هي بتدشن لفكر الاخوان. محمد علي وواحدة تانية أو واحدة تالتة، في اتنين تلاتة كده، لا معتدلين، ما هماش يحملوا فكر إخوان، عايزين دولة مدنية. ولكن للأسف أنا بقول 98% منهم يحملوا الفكر الإخواني. أحبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل إنسان مظلوم، مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب والمذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وليد رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله، من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. النهاردة الحلقة قوية جدا، وياريت تسمعوا للنهاية لأني هكشف لكم بلاوي. أولا عشان بس أسهل الأمور، هنتكلم عن الناس ما نزلتش ليه في 11-11، وهل عدم نزول الناس في 11-11 معناه ان الدولة مظبوطة وكل حاجة تمام والنظام تمام والحكومة تمام؟ هنناقش ده كله بالتدريج. هنتكلم عن الأستاذ هشام المصري اللي بعد ما قدم حلقة مع الشيخ أحمد كريمة على قناة الفكر الحر الأستاذ باسم سام، تم اعتقاله من 3 أيام. هنتكلم كمان عن اعتقال المعارض السابق شريف عثمان، وازاي تم اعتقاله وليه. هنتكلم عن محاولة احد الاقباط، للأسف احد الاقباط الذي يتعاون مع جماعات خطف القبطيات، محاولته قفل قناتي لقاء نقود ولقاء اشياء اخرى. هفضحه بالمستندات وبال الصورة وبالاسم. أنا اتكلمت قبل كده عنه، لكن النهاردة هفضحه تماما. هنتكلم عن قتل 6 مجندين في سيناء، وهل كانوا مجندين ولا كانوا حاجة تانية. هنتكلم عن الإعلام المصري وهبله وعبطه اللي بيجي يجمل الصورة فبيشوهها. هنتكلم عن مؤتمر شرم الشيخ، مؤتمر المناخ واللي حصل فيه والبلاوي اللي حصلت فيه. هنتكلم عن مصر، هل هي دولة أم قبيلة في ظل النظام الحالي. هنتكلم عن المدرسة اللي نزلت الإسدال في الدقهلية عشان البنات تلبسه في المدرسة. هنوجه رسالة للفنان أحمد فلوكس، وهنوجه رسالة للملحن عمرو مصطفى، وهنوجه رسالة للضمائر الحرة في هذا البلد بخصوص الطفل اليتيم المتبنى شنودة فاروق. الحلقة النهاردة أنا طبعا طالع على طول عشان محدش يغلوش عليا، وعشان البث يفضل مستمر للنهاية. طبعا انا بتشرف باسئله حضراتكم، لو عند حضراتكم اي اسئله انا معاكم لايف، والحلقه بتنزل لايف وبجاوب لايف. فلو عندكم اي اسئله بتخطر على ذهنكم انا تحت امركم هجاوب على كل الاسئله في نهايه الحلقه. مبدئيا
11 11 انا ما دعيتلهاش ليه؟ يعني يمكن انا كتبت يوم 10 11 البوست ده، البوست ده هخليكم البوست ده تشوفوه طبيعي على الشاشة، هنزله لكم اهو. ده كتبت فيه ايه بقى؟ كتبت فيه قد تفشل مخططات البشر للتغيير على الارض، قد تفشل مخططات البشر للتغيير على الارض، ولكن مخططات الله لا تفشل، ولكن مخططات الله لا تفشل. مهما تحصن الظالم لا يأس مع الحياة، هناك دائما أمل، الرب قريب. دكتور وجيه رؤوف، البوست ده أنا منزله يوم 10/11 قبل يوم 11/11، في الوقت اللي كل الناس كانت متوقعة إن هيحصل نزول، أنا كنت عارف إن مفيش حد هينزل. طيب اليقين ده أنا جاني منين إن محدش هينزل؟ في عدة أسباب إن الناس ما تنزلش. طبعا في أخطاء كتيرة حصلت وللأسف محدش بيتعلم. أنا طبعا ضد الحكم الديني لمصر، ومعايا جمهور كبير من المصريين الشرفاء المسلمين عايزين دولة مدنية. طيب لما نبص لأصحاب دعوات النزول اللي دعوا للنزول في 11/11، هنلاقي ان 98% منهم يحملوا الفكر الإخواني، 98%. في 2% منهم لا، معتدلين متباسطين، لكن 98% منهم يحملوا الفكر الإخواني. بمعنى أحد الداعين لهذه الثورة علوة فندي المقيم في أمريكا، الولد كان ماشي كويس جدا وبيجيب حاجات عالمية، وأنا كنت بتابع أنه بيجيب حاجات بتنزل في الجرائد العالمية، لكن اكتشفت في الآخر أنه كشف عن وجهه القبيح ضد المسيحيين، وكل مرة ابتدى ينوه أن احنا لازم نقول للمسيحيين أنكم كفرة، مع أنه عايش في أمريكا وبيتمتع بالرعاية الأمريكية وبالخدمة الأمريكية، وبيوجه تكفيره للمسيحيين جوه مصر وفي أمريكا، يقول لك لا أنا مش هداهم. ابتدى يحمل الفكر الإرهابي، الفكر الداعشي. واحد تاني عزوز أفندي، مع أنه راجل ذو فكر راقي وفكر متقدم، كان لا يخلو أي لقاء من لقاءاته لما تيجي فكرة أن المسيحيين عايزين بناء قانون بناء دور عباده موحد، يقول لك الله هم المسيحيين عايزين قانون دور، تعال نشوف الادوره بتاعتهم قد ايه ومساحات الادوره عندهم قد ايه، ده مساحات الادوره عندهم. يا بني ادم يا اللي انت بتتكلم يا بتاع النهارده وامبارح، انت تاريخك معانا 1400 سنه، المسيحيين تاريخهم في مصر اكتر من 2000 سنه، المسيحيين اصحاب البلد وهذه الادوره من الاف السنين، فما تجيش انت ابو زعروره النهارده تيجي تقول أديورة مش أديورة. الأديورة دي يا حبيبي فيها رهبان متبتلين بيعبدوا الله، وليست مقر تدريب إرهابيين زي ما انتوا بتعملوا في الجبال، زي ما انتوا بتعملوا في الجبال. وآخرين أيضا أنا بستثني منهم محمد علي. محمد علي ما هوش إخوانجي، ده راجل فنان وصاحب كاس وعنده مزاج في ما عندوش الفكر ده، ولكن محمد علي للأسف أخدوه الجماعة بتوع الإخوان، وده ضر محمد علي. يعني لما ماشي في ركابهم في ركاب المعارضة التانية، لا محمد علي كان ماشي في كلامه مظبوط، الحاجات اللي ذكرها محمد علي في البدايات عن بناء القصور بناء القصور والإسراف الكبير ده كله صح، ولكن خطأ محمد علي إنه انجرف للمجموعة اللي هي بتدشن لفكر الإخوان. محمد علي وواحدة تانية أو واحدة تالتة، في اتنين تلاتة كده لا معتدلين، ما هماش يحملوا فكر الإخوان، عايزين دولة مدنية. ولكن للأسف أنا بقول 98%
من يوم يحمل الفكر الإخواني. طيب يعني على قد ما قال لي واحد من المسيحيين كتب لي تعليق بيقول لي ده هم مطلعين يعني نداء للثورة لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله. طب أنت لما تطلع الشعب المصري عشان يطالب بتغيير النظام ويقول الجملة دي، هو الراجل بيقول كده يعني، أنت طالع عشان ثورة ولا عايزني أسلم؟ ما أنا لما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله، أنت بتقول لي أسلم كده، أنت بتقول الشهادة. فأنت خليت كل حاجة في ثورتك وفي ندائك تحمل الفكر الإسلامي، الفكر الإرهابي. طيب هو احنا يعني مش شايفين أفغانستان فيها ايه؟ إيران فيها ايه؟ الدول اللي دخلتها الطائفية وحكمها الحكم الديني حصل لها ايه؟ فهل انت لما تدعو بهذا الفكر وما فيش معاك اي حد من التيار الليبرالي او حتى التيار القبطي يدعو معاك للثورة دي، طبعا هناك في تخوف ان يكون الحكم اللي جاي بعد الثورة دي حكم ديني اسلامي. انا اسف ان اقول الكلمة دي، احنا مسلمين ومسيحيين نحب نعيش مع بعض سواسية، لكن انت لما تقول لي حكم ديني هيحكم مصر بتخليني درجة 10، رضيت او لم ترضى انت، انا ارفض هذا تماما، انك انت تخليني درجة 10 وانت درجة اولى وانتم الاعلون. الكلام ده كلام فاضي، مفيش حاجة اسمها انتم الاعلون ومفيش حاجة اسمها حد اعلى من حد. فانت ضيعت ثورتك. اولا المسلم المحترم فهم ان التفكير الديني او الحكم الديني هيؤدي لسقوط هذا البلد، وبالطبع هناك ربع عدد السكان من الاقباط والملحدين واللادينيين والايزيديين، كل الناس دي تتخوف من الحكم الديني الاسلامي لانه دمر بلاد. فانت لما تقول لي بقى هنطلع، طب مين اللي هيجي؟ مين البديل؟ الواجهه مين؟ اولا الجهة الوحيدة المنظمة واللي عندها تمويل في الخارج هم اللي بينتموا لجماعة الإخوان، والقنوات هي اللي بتمولهم ذات فكر إخواني شأن أو أبينا. طيب حتى ما فيش، إحنا يعني أنا ما بلومش على الإخوان اللي بيعملوا ده، لأ الإخوان عايزين هدف بيشتغلوا عليه. للأسف الخيبة عندنا إحنا، الخيبة عندنا إحنا في التيار الليبرالي، والخيبة عندنا احنا في التيار القبطي. التيار القبطي اللي عارف يعمل قنوات تدعو لقضيته، قضية العدل وقضية المساواة مع اخوه المسلم، والتيار الليبرالي ما حدش مديله الفرصة ان هو يظهر. يعني الحكومة في مصر، وده انا برجع اقول الحكومة في مصر، الحكومة الفاسدة السيئة في مصر، ما ادتش فرصة للتيار الليبرالي انه يظهر. المصريين الاحرار، حزب المصريين الأحرار اللي كان عامله نجيب ساويرس، اشتغلوا على الراجل لغاية ما خدوا منه الحزب وانتهى الحزب بعد كده. في كام حزب ليهم صوت واخدين حقهم في نشر فكرهم الليبرالي أو حتى الفكر اليساري أو حتى الفكر الوفدي؟ يعني حتى حزب الوفد اتطرمخ وبقى مليان إخوان، انسوا الكلام ده. فهم تشربوا. الشعب المصري عارف ده، الشعب المصري عارف ان بينتظرهم لو طلعوا من كذا هيخشوا في الاخوان. لا يا سيدي ده اهون. اهون، انت لو قلت لي حكم ديني في مصر ولا حكم عسكر، حكم البياده بتاعت العسكر الحكم الظالم ده، هقول لك برضه حكم الاخوان ظالم لان هيرجع يلغي الاخر. هل حكم الاخوان لما هيجي هيعمل دستور مدني ولا هيعلي قيمه الماده الثانيه والحكم بالشريعه و و و والكلام والافلام دي اللي هي يعني الزمن خلاص تطور؟ فالخطأ مش خطأ بس، لا ده خطأ المعارضة في الخارج. المعارضة في الخارج ادت الصورة كاملة عن تهميش الآخر. هات لي كام قبطي معاكم يا معارضة في الخارج، كام قبطي حتى سمحتوا له يتكلم معاكم ويظهر معاكم؟ مفيش. على جنب، على جنب يا اسطى. طيب يا معارضين خارج اللي تملكوا الإعلام، استثني قليلين منهم، كم مرة تخلى كم؟ طب اديني قناة واحدة اتكلمت عن خطف القبطيات. الحاجة الوحيدة اللي اتفق فيها النظام
واتفق فيها الإخوان هو كتم أنفاس الأقباط وعدم المطالبة بحقوقهم. طيب في ليبراليين عندنا على استحياء مسلمين بيتكلموا عن حقوق المسيحيين، زي الراجل هشام هيكل، الأستاذ المستشار هشام هيكل، اللي لما طلب بحق المستشارة محاسن لقا ان ده دورها وحقها ان تبقى رئيسة النيابة الإدارية، رفضوا الكلام ده وعين واحدة إخوانية، رفع الراجل شكوى رئيس الجمهورية اللي بنقول عليه الراجل الحقاني اللي بيحب المسيحيين اللي بيعمل لهم كنايس، رئيس الجمهورية فصل الراجل. فتقول لي يعني ان النظام الحاكم ده نظام عادل؟ يبقى انا هنا ركزت على ليه فشلت الدعوة، وليه ما حدش نزل، وليه ما فيش حد، ليه انا ما قلتش. اولا انا كنت متأكد تماما، وإلا ما كنتش نزلت البوست ده يوم 10، كنت عارف انها هتفشل الثورة. طيب هل لو كنت عارف انها هتنجح كنت هنزل؟ لا برضو ما كنتش هنزل، لان مفيش خطة، مفيش قيادة ليبرالية. اللي موجود ان لو ظهر هيظهروا الاخوان، وده اللي اشتغلت عليه الدولة على فكرة. يعني الدولة حبت توصل ده، حتى بالنسبة للبيل اللي اسمه علوة ده اللي بيتكلم وبيشتم في المسيحيين وبيكفرهم. الا تعتقد يا علوة انت بتتكلم ان مفيش حد اخذ فيديوهاتك دي وترجمها وداها للقادة والكونجرس وعارفين ان شكلك واللي زيك عايزين ايه من الثورة دي؟ تبقى عبيط لو عارف ان انت بتبلبل البلبلة دي، والكلام اللي انت بتقوله ده مش هيروح مترجم للحكومة الفيدرالية والكلام ده والحكومة الامريكية. فانت بتطالب بايه وبتتكلم في ايه؟ دي اول نقطة. طيب النقطة التانية، النقطة التانية القبضة الأمنية. يعني أنت هتقول لي مثلا ما طلعتش الناس، هل النظام كويس؟ هل الحكومة المصرية كويسة 100%؟ لا مش كويسة، لسبب بسيط جدا. حق التظاهر ده حق لأي مواطن، حق التظاهر ده حق لأي مواطن، لكن أنت ملغم البلد، أنت ملغم البلد بالأمن وبالمخبرين، ملغم الميادين تحت بالمخبرين وفوق البلاد قناصة. وهذا النظام نظام إجرامي بكل بساطة. لو في متظاهرين ضرب عليهم من فوق بقناصة زي ما عملوا وقتلوا الشيخ عفت وقتلوا مينا دانيال، قناصة من فوق وتبع الدولة قتلوهم، عادي جدا ممكن يطلع لك زي ما طلع من كام يوم هليكوبتر تلف. يعني هو النظام بطلع هليكوبتر تلف فوق التحرير ليه؟ بيقولوك يا اولاد الايه انتوا لو جيتوا هضربكم بالهليكوبتر. يعملها يعملها النظام، يعملها يعمل. النظام عمل نفسه بيحاكم حسني مبارك انه امر بضرب المتظاهرين، مع ان حسني مبارك ما امرش بضرب المتظاهرين. النظام عمل نفسه بيحاكمهم بتهم بيحاكم حسني مبارك بتهم ضرب المتظاهرين في الوقت اللي هو رئيس الدوله الحالي في فيديو مسجل ليه قال اللي هيضرب متظاهر يكسره او يعجزه او يموته يتحاكم، لا مش هيتحاكم. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ انت بيحكمك نظام اجرامي، انت بيحكمك نظام اجرامي. فاللي طالع ده ضمن انه في دولة ديمقراطية هتحميه، زي ما في امريكا مثلا بيطلع المتظاهرين بيطلع الجيش يحميهم، او مش الجيش، الامن بيطلع يحميهم. الجيش مفروض في الدول المحترمة الجيش بيقعد في سكناته ملوش علاقة بالمظاهرات والكلام ده، لكن في بلادنا احنا الجيش بيطلع ويظبط ويضرب ويقتل، ومنه قناصة ومنه الطرف الثالث اللي كان بيهرب البنزين وكان بيفرغ البنزين في الشوارع وكان بيقتل الناس كقناصة، كل ده من الطرف الثالث اللي هو تبع الامن وتبع النظام. طيب يبقى في قبضة امنية. طب عدم وجود القبضة الامنية ده معناه ايه؟ معناه ان في ناس هتطلع، معناه ان في متظاهرين، معناه ان في ناس ضد النظام هتطلع، بس خايفة من مين؟ خايفة من النظام. هل ده معناه ان النظام عادل؟ لا. لو في نظام عادل الناس تطلع وتتظاهر وتاخد الساعتين ثلاثة بتاعهم وتروح بعد كده، ايه المشكلة؟ هو لما قامت الثورة بتاعت 25 يناير دي، هي الثورة دي يعني اسقطت النظام في يوم؟ اتنين؟ ثلاثة؟ كام يوم قعدوا في الاتحادية الغير؟ وهل تعتقدوا ان الناس اللي كانت موجودة في التحرير هي اللي اسقطت حسني مبارك؟
لا طبعا، لا طبعا، اللي اسقط حسني مبارك الجيش وطنطاوي هو اللي اسقطه، لانه ما كانوش عايزين جمال مبارك يجي، ولو ان لو كان جه جمال مبارك احسن الف مره من الوضع الحالي اللي احنا فيه. على الاقل ده حكم مدني بيور نقي هيضمن لك ان اللي يجي بعد كده مدني في مدني في مدني. لكن هم رفضوا ده لسبب بسيط، انهم هم مش عايزين جمال او واحد مدني يمسكها. طيب لو جه رئيس عسكري وعايز يورث ابنه العسكري رئاسة الجمهورية، الجيش هيرضى؟ لا برضه مش هيرضى. هتيجي في فترة اول ما يحسوا ان رئيس الجمهورية العسكري عايز يولي ابنه العسكري، لا ما احنا كمان عايزين نتولى، اشمعنى انت يعني، اشمعنى انت وعيلك، وينقلبوا على بعض. طيب تعالوا كده نعرف انهي ثورة نجحت في مصر. احنا دلوقتي قلنا حاجة، قلنا ان 25 يناير انتفاضة شعب، انتفاضة شعب، لكن اللي قلب النظام او خلع النظام كان الجيش. طيب 30 يونيو ماشي، انتفاضة نظام بدعوة من الجيش، لكن مين اللي خلع رئيس الجمهورية؟ محمد مرسي، الجيش. طب نرجع لورا، 23 يوليو كانت ثورة؟ لا ما كانتش ثورة، كان انقلاب عسكري. مين اللي عمله؟ الجيش. يبقى هل الثورة بتغير نظام في مصر؟ لا. ليه؟ لأن القبضة أمنية، ومفيش ثورة بيتحدد لها ميعاد على فكرة، عشان نبقى واضحين مع بعض، مفيش ثورة بيتحدد لها ميعاد. طيب آخر ثورة كانت في مصر كانت ثورة، كانت إيه؟ كانت ثورة 19. طيب ثورة 19 دي حققت، يعني حققت مثلا حققت انتصارات مثلا، ايه اللي شفناه من 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 الثورة دي؟ تعالوا كده نشوف ثورة 19، ثورة 19 ادي ثورة 19، نشوف نتائج ثورة 19. نتائج ثورة 19 اللي قامت، اولا ثورة 19 لما قامت، عشان بس اديكم نبذة عنها الاول قبل ما اعرضها عليكم، كان حاصل الحرب العالمية الاولى، وبعد الحرب العالمية الاولى يعني اثناء الحرب العالمية الاولى كان في خسائر كبيرة جدا جدا جدا، فالحكم الحماية البريطانية اللي موجودة في مصر غلت الضرائب شوية ورفعت الضرائب على الشعب، فالشعب كان حانق. فعملوا ايه بقى؟ لموا بعضهم مجموعة من ضمنهم سعد زغلول واسماعيل صدقي ومحمد محمود وكلام من ده، وراحوا قابلوا بيسموه ايه؟ بيسموه الممثل البريطاني او المندوب البريطاني او المندوب السامي البريطاني، عشان يرفع عنهم الكلام ده، عشان يرفع عنهم كاهل الضرائب وكاهل و اعتقلوا بقى سعد زغلول، فقامت ثورة عشان سعد زغلول تم اعتقاله. طيب لما قامت الثورة دي عملت ايه؟ هي اللي غيرت نظام؟ هل جابت استقلال؟ لا ما عملتش ده، هي اللي عملته بس ان كان بيسمح بالتفاوض، وكمان يعني ادتهم الامكانيه انهم يعملوا حزب اسمه حزب الوفد. نشوف نتائج ثوره 19 كده مع بعض. استدعت اسوأ الخيارات الاستعماريه البريطانيه في التعامل مع مطلب الشعب المصري بالاستقلال. رفعت سقف مطالب المصريين والمتمثل بحتميه الاستقلال، يعني خلتهم يقدروا ايه يقولوا احنا عايزين استقلال. اضطرت بريطانيا للتنازل والجلوس مع اي حكومة مصرية تقبل مبدأ التفاوض، يعني ابتدت بريطانيا تقعد مع الحكومة المصرية اللي هي اساسا بتكون مشرفة على انتخاباتها عشان يتفاوضوا مع بعض. وحدت جموع الشعب المصري باطيافه المتعددة خلف قيادة واحدة متمثلة بشخص محمد زغلول، بشخص سعد زغلول، يعني وحدت الشعب مسيحيين ومسلمين خلتهم تحت قيادة واحدة. ده اللي ما عرفوش يعملوه المعارضين في الخارج، المعارضين في الخارج بيتكلموا ببوق الإخوان.
بعدين مهدت لتطور الحركة الديمقراطية والنقابية، خلت في حركة ديمقراطية ونقابية. هل ده حصل بعد الثورتين الأخيرتين؟ لا، مفيش. أسفرت بعد ذلك عن نشأة حزب الوفد وأحزاب الأقليات، دي نتيجة في أحزاب. أسفرت عن وضع أول دستور لمصر في عام 1923 وقيام أول حكومة منتخبة وهي حكومة الوفد. تمكن الوفد المصري برئاسة سعد زغلول بفضل هذه الثورة من السفر إلى مؤتمر الصلح في باريس، وذلك من أجل أن يطالب من خلاله بقضية استقلال مصر. يعني اللي قدرت إنها الثورة عملت ناس وعملت أحزاب تقدر تتفاوض وتقدر تطالب. طب أنت في مصر هل في حد بيقدر يطالب؟ هل أنت عندك مجلس شعب بيقدر يناقش الحكومة؟ طب هل أنت عندك حكومة تقدر تناقش تناقش رئيس الجمهورية ولا تقول له أنت بتعمل إيه؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. يبقى تحط في دماغك حاجة، نلغي دي ونرجع لإيه؟ لوضعنا نتكلم. الثورات في مصر ما بتغيرش حكومات إلا إذا كان الجيش وراه، بمعنى كتيبة من الجيش طلعت خلصت الموضوع مع الملك فاروق، مع أن الملك فاروق أشرف ألف مرة من البهوات اللي ماسكين دلوقتي. طيب معنى ده إيه؟ يعني أنت لما يقول لك أصل في ناس معانا من رئاسة الجمهورية مع المعارضة، وأصل بيتكلموا معانا الضباط من الجيش، وأصل بيتكلموا معانا كمان ناس من الشرطة. طب والناس دي اللي معاها من الجيش ومن الشرطة ومن المخابرات ما معهاش سلاح؟ ما لو عايزين يخلصوا الليلة دي هيخلصوها لوحدهم، مش محتاجين منك حاجة، يعني مش محتاجين منك حاجة. انا ما بقولكش ما انت من حقك تطالب بالتظاهر، من حقك تتظاهر، بس يعني ايه؟ يعني ايه انا احدد ميعاد يعني؟ ولا واحد يقولك ايه؟ لا هيمسكوا الناس في الطريق، ما انت ممكن تمسك صورة يعني الالافات اللي طالعه تعمل نفسها ماسكه صوره الرئيس الحالي، على بال ما توصل للميدان تمسك الصوره تنزلها وتقول اللي عايزاه، نطالب باللي احنا عايزينه. يعني هي مش مشكله لو انت عايز تلعب مع النظام، يعني هيشوفوك ماسك الصوره بتاعه رئيس النظام خلاص هيسيبوك تمام زي الفل. وصلت الميدان اعمل اللي انت عايزه في الميدان، هي قصه مش محتاجه فيلم يعني. لكن انك انت تحط على كل بوابه وعلى كل حاره مخبرين وشرطه ومن فوق قناصه وهليكوبتر بتلف، ده معناها فشل للنظام، معناها في معارضه موجوده بس النظام مش مستحملها وخايف منها. طب ما انت قلت لو مش عايزيني لا والله امشي على طول، ما تمشي يا سيدي، لا الشعب مش عايزك والوضع سيء. هتقول هيطلع لك سين من الناس، انت ما تعرفش يا دكتور، ده احنا تعالى شوف مصر، تعال شوف ده احنا عندنا كذا وعندنا كذا لا يا حبيبي، لا يا بابا، انا ما شفتش ده، انا ما شفتش الكباري وما شفتش العماير وما شفتش القصور وما شفتش المدينه الجديده، انا شفت الراجل اللي موت الكتاكيت عشان مش قادر يجيب علف، انا شفت الشاب اللي انتحر لانه مش عارف يشتغل، انا شفت البنت اللي انتحرت عشان مش قادره تصرف على اخواتها اليتامى، ده اللي انا شفته. لكن تقول لي انا شفت عمارات، تقول لي انا شفت كباري، تقول لي انا شفت عاصمه اداريه، شفت مونوريل، اقول لك لمؤاخذه الكلام ده كلام فاضي بيضحكوا بيه على عقلك. انا ما البسش بدله وكرافته لمؤاخذه واتمشى ببدله وكرافته وانا مش لابس لباس، انا اسف يعني المنظر كده بالظبط، واحد معدي كده لابس كرافته حلوه ولابس جاكيت حلو وماشي وتحت مش لابس حاجه، عريان ملط، هو ده الوضع الحالي في مصر. انت مش قادر، مش قادر اعلم، مش قادر اسكن، مش قادر اعالج، مش قادر اوظف، الله مش قادر، ما تروح، مش قادر من نفسك روح يا سيدي، ده فشل. كونك انت بتاخد الارشانات وتلبس وتعمل لي مؤتمر يكلف كم مليار وتعمل لي مش عارف ايه والناس مش لاقي تاكل والناس مش لاقي رز، وتقول لي نجاح، نجاح ايه؟ ده فشل ذريع. واي حد بيكتب لا ده احنا البلد كده تمام لا ده كلام، انت بتخدع نفسك، انت بتخدع نفسك. اقف قدام نفسك كده وشوف الاوضاع، هتلاقي الاوضاع سيئه، الاوضاع سيئه. انا مش معنى كده ان انا يا ريت يكون في اصلاح، يا ريت من بكره نفس النظام اللي موجود حاليا، نفس النظام الموجود حاليا، لو بكره
ادى خطوه للاصلاح، حسنت وضع الشعب، هضرب له تعظيم سلام مع كل الفشل الذريع اللي اتعمل قبل كده. انا بعتبر كل اللي اتعمل قبل كده فشل ذريع، فشل ذريع، مش هنضحك على بعض، فشل ذريع. هتقول لي الغلف كل الدول، كل دول العالم، اه تمام، بس دول العالم بتعالج ده وبتدي مساعدات وعندها بنية تحتية وعندها كده وما بتصرفش على كلام فاضي. انا قلت لكم قبل كده رئيسة كرواتيا بعت طيارة الرئاسة بتاعتها وبعت العربيات اللي موجودة عندها عشان تصرف على الشعب، قالت مش محتاجين. انما انا اكون انا مديون ب 400 مليار دولار واروح اشتري اعمل مونوريل، اعمل مونوريل في الصحراء واروح ابني كباري، كباري ايه؟ كباري ايه؟ ما الفقير هيستفاد من الكوبري اللي انت عملته؟ فدي الجزئيه الاولى بتاعت الثوره. انا ما دعيتش الثوره ليه؟ اه لان المعارضه كلها دلوقتي تحمل فكر الاخوان او 98% منهم، وده بيشكل خطر، وده اللي بتلعب عليه الدوله، ان ما عملتش احزاب جوه قويه ليبراليه تدعي الفكر مستنير. طيب هل عدم طلوع الناس ده دليل على ان الدوله ناجحه؟ لا، ده دليل على فشل الدوله. الناس ما طلعتش عشان خايفه، بالعكس، لو طلعت الناس وعملت مظاهره ورجعت بيوتها بعد كده كان هيضرب تعظيم سلام لمصر انها بتسمح للمعارضه وبتسمح للفكر الحر انه ينطرح. يبقى كل اللي حصل ده فشل، الناس ما طلعتش خايفه، فشل المعارضه انها ما قدمتش فكر ليبرالي، واغلبيه الفكر كان فكر يعني لما يطلع لي واحد قناه بتدعو لل 11 11، ولما تيجي سيره ارهابي من الشيوخ اللي بيدعو للارهاب توفى يستغفر له ويقول الشيخ الجليل فلان الفلاني، والشيخ الجليل فلان الفلاني ده كان بيتعامل مع دول معاديه وكان بيدعو لفكر ارهابي، انا اقول عليه ايه؟ انا هصدق ايه؟ انا هصدق ايه؟ اعتقد جزئية 11-11 دي انا اتكلمت فيها واوفيتها حقها تماما. We'll be right back.